مساء الخير، ما راح اطول عليكم. ليش ما عزيتوا سهرتنا اليوم طول ورا منورين كلكم. شكرا اخوي، هاي رابع جائزه، فرحانه كلش. حلو هالشعور انه انا اتكرم للمره الرابعه بالعكس. تعبت هوايه والحمد لله بحسب اليوم والقادم اكثر ان شاء الله. شكرا سعادة القنصل، حضورك مهم اليوم اتكلم بلبنان بحضور سعادة القنصل العراقي. شكرا لك، حضورك مشرف جدا. ثانك يو، شكرا لكم.